والإنسان يعني عندما يسأل يقول كيف ما هو السبيل إلى أن نحب الله؟ هذا سؤال غريب، هذا سؤال غريب، يعني كأنه لا يشعر بعوامل حبه لله فهو يبحث عنها ولا يجدها. هذا إنسان ما عرف الله، أكيد ما عرف الله. لو عرفت الله بصفاته لما سألت هذا السؤال، ولو تأملت في رسائل الحب التي تأتي إليك تباعا 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 لما سألت هذا السؤال غصبا عنك بدون قصد منك، تجد أن قلبك يتجه بالحب إلى هذا الذي يرسل إليك رسائل حبه، رسائل. نعم يعني شوف الباري قديش عم يدللك أنت يا أيها الإنسان، عندما تجلس على مائدة الطعام تأمل الأطعمة كلها على اختلافها وتنوعها، نتيجة سماء أمطرت سخرها الله عز وجل سحابا، نتيجة أرض أنبتت سخرها الله لك نباتات وخضروات وما إلى ذلك، ونتيجة أنعام سخرها الله لك لحوما وألبانا. تأمل الألبان اللي الله مسخرها لك، اللحوم اللي سخرها لك، إيه نعم، كل أنواع الأطعمة، في شيء من غير هلا ثلاث أصناف الأربع أصناف ما في نهائيا. طيب وكل هذا من تسخير الله سبحانه وتعالى لك، فأنت عندما تأكل تجلس أيا كان الطعام تأكل، تجلس على مائدة الله، تجلس على مائدة الله. تأمل، نعم، لما تشرب الماء أنت على مائدة الله، هذا الماء هذا شيء مذهل العقل. لو كان للماء طعم لفقدت مزيته، لفقد الماء مزيته، لو كانت له رائحة لفقد مزيته، لا لون لا رائحة. لا. أنواع الأطعمة كلها مهيئة لعافيتك ولصحتك. نعم، لك اتفضل تصور الفواكه التي هي يعني شو ما تفكه يعني تزيد بيأكل الواحد من بعد ما بيكون شبعان مشان حتى هيك ينبسط. هذه الفواكه التي يكرمك الله بها بعد الشبع جعلها الله منسجمة متآلفة مع الفصل الذي أنت فيه. فاكهة الشتاء منسجمة مع جو الشتاء وبرده، كله فيتامينات مشان حتى يقاوم الرشوحات وما إلى ذلك. فاكهة الربيع منسجمة مع الربيع، فاكهة الصيف منسجمة مع الصيف، فاكهة الخريف مثل الرمان وغيره منسجمة مع الخريف. لكن رب العالمين يعني ما بيجوز أن يقول كأنه والعياذ بالله نقول ما له شغله غير أنه يكرمك ويعطيك. طيب أنا لما بتصور هيك ما بقول كيف بدي أحب الله بشكل آلي أوتوماتيكي، أعشقه أحبه حبا لا مزيد عليه. لأنه إذا الإنسان شاف مين دائما عم يرغب فيه ويدير باله عليه ويكرمه وكل ما احتاج بيقدم له فلوس وإلى آخر ما هنالك قديش يتعلق فيه. طيب وكل ذلك آت من عند الله عز وجل، ومع ذلك ربنا بيقول والذين آمنوا أشد حبا لله. ما له شيء حب دنياك وكذا وكذا، بس يعني خلي محبة الخالق اللي أعطاك ورزقك أقوى. نعم والذين آمنوا أشد حبا لله.